السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح الدرس الثاني. أحسن الجوار. الأم: ما هذا الضجيج؟ أخفضوا أصواتكم أثناء اللعب يا صغار حتى لا تزعجوا الجيران، فهذا وقت راحتهم. أحمد متسائلا: ألا يمكن أن نأخذ راحتنا في بيتنا يا أمي؟ الأم: بلى يا أحمد، ولكن للجيران حقوقا يجب علينا مراعاتها. مريم: أنت دائما تراعين الجيران يا أمي. الأم: وكيف لا أراعيهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا بالإحسان إليهم وتجنب إيذائهم. أحمد: حسنا يا أمي، سنخفض أصواتنا مراعاة للجيران. الأم: بارك الله فيكم ونعم الجيران أنتم. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما المقصود بيوصيني؟ طلب مني العناية. ما المقصود بالجار؟ المجاور في المسكن. أتحدث عن كيفية تطبيق لحسن الجوار في المواقف الآتية. طبعا عندما يطلعون في المراكز الأولى نبارك لهم، كذلك عندما يمرضون نسأل عنهم ونساعدهم، كذلك عند حزنهم نقف معهم ونساندهم، كذلك عند الفرح ندعوهم لأفراحنا. هنا أتأمل المواقف الآتي ثم اقترح ما يجب أن تقوم به الجارة لمساعدة أم مازن. ماذا أفعل؟ ابني مريض جدا، وزوجي مسافر، وسيارتي معطلة. هذه جارتنا أم مازن. طبعا هنا الجارة يجب عليها أن تساعد من؟ تساعد أم مازن وللذهاب إلى المستشفى. طبعا هنا أصل بخط بين الكلمات والرسمة المناسبة. طبعا هنا من جاء لزيارة جارتي في هذا الوقت؟ طبعا هنا التجسس غير مسموح، فهنا لا أفعل. كذلك العبث بالجدران، هنا لا أفعل. هنا نعطي الجيران، هنا أفعل. هنا أكتب ما أستنتجه من فهمي للحديث الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أستنتج من الحديث الشريف عدم إيذاء الجار. هذه هي الأسئلة والإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثاني لتعم الفائدة، وأيضا الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.